تحياتي لكل متابعي الحياة فهم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج الانترفيو، البرنامج اللي يجيكم كل نهار أحد من بعد الساعة حتى ما تسعتين، وين كل مرة نستقبلوا شخصيات مهمة من المجال الثقافي. ضيفتنا لليوم أستاذة شاعرة وروائية على قدر كبير من الثقافة والإبداع، سعيد جدا باستقبالها ومحاورتها الكاتبة سلوى البحري. أهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا، وكل الشكر أستاذ عزيز وإذاعة الحياة بالقيروان على هذه الدعوة وبرنامج الانترفيو. سعيدة جدا بالحضور بينكم اليوم. مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. في هذا الحوار باش نحاولوا نتعرف على الجانب المهني والإنساني اللي فيك، دعنا ننطلق من البدايات. النشأة كانت في عاصمة الجنوب صفاقس، تحديدا منطقة عقارب. حدثنا عن فترة الطفولة وأهم الذكريات اللي بقت في بالك. فترة الطفولة هي فترة البدايات وفترة البصمة الحقيقية لكل إنسان. نشأت في أسرة تعشق التعليم، تعشق التحدي، كنا 6 أبناء، وكان أبي كل حلمه هو أن أنجح أنا وأختي، لأننا كنا 4 ذكور وابنتين. كان عندي أخي الأكبر مغرم بالأدب وكان يدرس إذا في المعهد، ثم انتقل إلى الجامعة في تونس وكان شعبة الأدب، فنجح في جعلي أغرم بهذه بهذا القطاع، قطاع الأدب كله. في المدرسة كنت تلميذة متميزة جدا، كنت دوما صاحبة المرتبة الأولى، كنت مغرمة جدا جدا بالإنشاء، بالإنتاج الكتابي كنا نسميه إذا إنشاء. لو تذكر منذ حين وأنا أمر بجانب فسقيات الغالبة تذكرت حادثة ذكرتني بتميزي دوما في مادة الإنشاء. وقتها أتذكر أني أخذت أحسن عدد مع أني لا زرت القيروان ولا أعرف الفسقية ولا أعرف إذا التراث، لكن أعرفه من الكتب وأعرفه من الكراسات، وأخذت أحسن عدد مقارنة بزملائي الذين خرجوا وقتها في رحلة. وأنا يعني بكل فخر واعتزاز لمحال الآن، وقتها بكل ألم أقول أني أنتمي لأسرة شرقية إلى حد ما كانت يعني تتشدد ليس قليلا كثيرا في الحقيقة مع الإناث في الخروج والدخول، لكن كانت تتركنا تعطينا فرصة كبيرة لنتعلم ونتثقف. هذا هو والدك ووالدتك كانوا من الصغرى يشجعوا فيك على الدراسة وهما السبب الرئيسي وراء نجاحك؟ أكيد، رغم أنهما أميين وأعشق أبي وأمي رحمهم الله، كان يريداني منا أنا وأختي هدى البكري أن نكون أيقونتين بالفعل في العائلة، وكنا كذلك. يعني بالنسبة لأبي كان والدك كان يسعى أنه يوفر لك كل الظروف في وقت تهجر. نعم، في وقت يعني في بيئتي على الأقل لم تكن تتشجع كثيرا على تدريس الإناث في الجامعة على الأقل، بينما أبي أتذكر جيدا أنه بالنسبة له كل المواضيع الأخرى خطوط حمراء، حتى أنه على سبيل المزح كان يقول لنا إذا تخرجت الفتاة تصبح حرة في كل اختياراتها، في الخروج، في الدخول، في الاختيار المهنة، في الزوج، لكن قبل التخرج سأكون ديكتاتوري وأختار لكما كل ما يمس حياتكما. فكنت دوما خائفة جدا من أن يختار لي، خاصة شريك الحياة لمحالة. وبعدها بعد أن كبرت وتخرجت اكتشفت أنه أكيد ما كان ليفعل ذلك، كانت حيلة منه ليجعلنا نتميز فعلا، وأدين له أكيد وأدين لأخوتي الذكور بكل ما فعلوا. يعني في ذلك الوقت كنت أراها لا أعرف، أراها ديكتاتورية. الآن لا لا لا، بالعكس كنت أرى الآن أرى بمنظر آخر، لولا ذلك الحرص ربما لكنت أخر. بما أنك بكري بشوية ذكرت أخواتك الذكور، أخوك الكبير كان ديما يجيب لك روايات وكاسيتات الأغاني الترابية، أغاني الترابية والأغاني الملتزمة. يعني أنا صغيرة أعرف الشيخ مرسال خليفة، يعني الفرق الملتزمة داخل تونس وخارجها، وحتى أحيانا لا أفهم المعنى الكتب أيضا، الروايات. يعني متذكر رواية أنا أحيا قرأتها أنا في الابتدائي، تعلمت منها روح التمرد، المغامرة، الرواية المترجمة مثلا الأم ماكسيم غوركي نفس الشيء. يعني أنا في صغيرة يعني، ورغم كبر
تكبر حجمها ورغم مواضيعها، ولكن أقرأ مرة واثنين وثلاثة، حتى أني أتذكر أحيانا كنت أختبأ تحت السرير لأني تعرف بنت بعد أربع ذكور، يعني سأساعد أمي في الأعمال المنزلية، هذا تحصيل حاصل يعني. فكنت في الصيف أختبأ تحت السرير وبدون أي صوت، وعاني من ذلك الحركة. المهم إذا بدأت في رواية يجب أن أتم، يعني يبحثون عني لا يجدونني، بعد أن أتم الرواية أخرج وأقول عن مكاني سر. شكون أهم الأدباء اللي كنت تقرأ لهم في الفترة ذيك؟ أنا صغيرة أقرأ خاصة للشرق، يعني وقتها نجيب محفوظ، أحسن عبد القدوس، بعدها قليلا عبد الرحمن منيف، هؤلاء أحب روايتهم يعني. ممتاز. في مشوارك الدراسي كان فما عديد المعلمين عندهم أثر في بناء شخصيتك وجعلك اليوم كاتبة. أبدأ من معلم سنة الأولى. ربما لو سألتني عن بعض الذين درسوني في مرحلة متقدمة حتى بكالوريا يمكن أن أنسى بعضهم، لكن معلم سنة أولى استحالة أن أنساه، سي محمد عبيد، ما زلت أذكره وكلما تذكرته أحس أن الدموع تسبقني، لأنه زرع في كل ما هو جميل، آمن بي رغم أني كنت فتاة صغيرة أخطو خطواتي الأولى، لكن كان يشجعني دائما. تذكر حتى طريقته في التدريس، صدقني أنا إلى يوم الناس هذا رغم تطور التكنولوجيا الكبير ما زلت أؤمن أنه بالكتابة على السبورة، ما زلت أحمل الأقلام والألوان وأفسر لتلاميذ الظواهر اللغوية بالطريقة التي جعل الدرس إذن جعلني أستوعب بها الدرس. أتذكر مثلا دوما السرار والنملة، وتذكر كيف كان يرسم بيديه ويرينا هذه الصور ويعلق ويكتب ويحدثنا عن هذه القصة ويتركنا في منتهى التشويق. الحصة القادمة يتم مراحل أخرى، ثم بعد ذلك يسألنا نحن أن نتم هذه القصة، حتى أنه مرة من المرات تذكر أني أنا وأصدقائي تناقشنا كثيرا حول موقف السرار من النمل، فأصدقائي وصغار يعني شفقة يعني كان عليها أن تساعده، وأنا الوحيدة التي استمت وقلت لا هو لا يريد العمل، وهي كانت تعمل، إذن لو فعلنا هذا سنعلمه الكسل، عليها أن لا تساعده، فناقشني كثيرا. لكن ممكن هذه موجودة في قصة من القصص كتبتها أنا، يعني فيها بعض الواقع والكثير من الخيال، لأن الكاتب عندما يكتب ليس سيرة ذاتية من هنا وهنا. لكن تذكر أنه حفل زواج ابن خالي وذهبت لأحضر العرس، وعندما عدت وسألني أين كنت، فجأة استحضرت السرار والنملة، كان يرقص وكان يغني، وكنت أرقص وكنت أغني، وكان أصدقائي يعملون ولم أكن أعمل. فلعرف في الوعي الذي انتابني رغم صغر سني، يعني لاحظت أني متناقضة، فقلت كنت مريضة. عقدني ذلك المعلم بالحب الذي غمرني به، ظل كل حصة يراقبني يسألني، كنا نجري امتحانات، ودوما أقول يعني أطلب من الله أن يسامحني لأني وقتها كذبت. ودوما إلى يوم الناس هذا كلما أتذكرها تعلمت منها درس أن أقول الحقيقة مهما كانت، لأن ذلك الحب الذي غمرني به لمجرد أني قلت، لكن بعد ذلك هيأت نفسي لأقول له الحقيقة لم يعطيني فرصة، قلت السنة القادمة سأقول له، كتبت له رسالة في الصيف، لكن عندما عدت أخبرنا المعلم أنه معلمنا توفي، فظلت تلك القصة تعقدني أبد الدهر، لم يتح لي أن أقول له الحقيقة. ولهذا دوما أقول لتلاميذي وأقول لأبنائي وصغاري نقول الحقيقة ولو كانت مرة. وظللت أعشق العمل، كان يرى في القدرة على التعبير على الإنتاج، وكان يقول لي أنت ستكونين صحفية، ستكونين كاتبة، ستكونين، أقول له لا أنا أحب التعليم، سأل لأنه فعلا غرمني وأحب أن أكون معلمة مثله. إذن هذا الخطوة الأولى، وبعدها أكيد أساتذة ومعلمين آخرين مروا بي في حياتي خاصة في مادة العربية أدين لهم بالكثير، ولا أعرف ربما الذين كانوا قريبين مني جدا، سي عبد المجيد عبيدة أيضا رحمه الله، سي عمرو الحلواني، سي بوزيد بكثير، أخشى أن أنسى يعني معلمين كثر وأساتذة كثر في الحقيقة، سي خالد الغريبي دكتور في كلية الأداب أيضا وما زال إلى يوم الناس هذا، بعض الأساتذة إلى يوم الناس هذا معي في خطواتي وشجعونني وأدين لهم بالكثير. ممتاز جدا. احنا أستاذة ما زلنا مواصلين في الحوار معك، لكن قبل هذا خلينا نتعرف عليك أكثر مباشرة في هذا البورتريه.
اليوم نحكيه على أستاذة محبة للحياة والفنون تأمن بالحروف والكلمات وين جيل كامل استفاد من كفاءتها وقدراتها البيداغوجية، وهي الأستاذة سلوى البحري. سلوى البحري هي كاتبة تونسية متحصلة على الإجازة في مادة العربية، تكتب الشعر، الخاطرة، الرواية والقصة القصيرة، وين أصدرت في 2020 مجموعة قصصية بعنوان ماكاريا، وأصدرت أيضاً ديوان شعري تحت عنوان ماذا لو عاد معتذراً. الأستاذة سلوى البحري تحصلت على عديد الجوائز والتكريمات، حازت على الجائزة الثانية في كتابة الخاطرة في ملتقى مساكن الوطني بتونس للقصة القصيرة في دورة فيفري 2020. بالإضافة لهذا تحصلت الأستاذة سلوى البحري على المرتبة الثالثة في مسابقة المدرس المبدع دورة 2023 في مجال الأدب عن مجموعتها الشعرية، كما تم تكريمها في بيت الشعر بتونس في حضرة الاتحاد العام التونسي للشغل. واليوم الأستاذة والكاتبة سلوى البحري هي ضيفتنا في برنامج الانترفيو على الإذاعة الأولى للصحة في تونس الحياة فام. ضيفتنا لهذا الأسبوع الكاتبة سلوى البحري. أستاذة، فمش بعض الإضافات حاب تزيدهم على البورتريه؟ نحب نقول ساعة تحية لتلامذتي، معناتها سلوى المربية ديما بالنسبة لي هي رقم واحد. غرامي بالتعليم قلت من اللي دخلت سنة أولى، وبعد مارسته فكل سنة أزداد فيها عشقا لهؤلاء الأطفال، وأحس أني أدين لهم بالكثير. أنا أستاذة عربية في المعهد أو المدرسة الإعدادية الأنص ساقيت الزيت إصفاقس. تحية لكل تلاميذي الذين درستهم في تجربتي كلها. أنتجت مكاريا مجموعة قصصية وماذا لو عاد معتذرا ديوان شعري، الآن أعد روايتي نساء الكارما، تقريبا إن شاء الله أنهيها قريبا وتصدر هذه الصائفة. دوما التعليم يأخذ مني الوقت الأكثر. مع ذلك أيضا نشرت في مجموعات يعني ديوان جماعي أو مجموعة قصصية جماعية في تونس وخارجها. فزت أيضا نعرف في مجال كتابة القصة القصيرة في مسابقة عربية، ونشرت لي قصتي في مجموعة قصصية عربية في مصر، ودعيت وقتها لمعرض الكتاب بالقاهرة لكن الكورونا وقتها منعت. هذا ما أحاول أن أستحضره الحقيقة، لا أجيد الحديث عن نفسي. ممتاز. أول عمل أدبي ليك مجموعة قصصية بعنوان ماكاريا، العنوان غير مألوف، ما المقصود بماكاريا؟ ماكاريا هي آلهة الموت سعادة. المرأة في تونس أراها تموت سعادة، بمعنى أقول عني أنا لو خيرتني بين أن أعيش لحظة وأنا سعيدة يعني أموت بعدها، أو أن أعيش العمر كله وأنا في بؤس، أنا سلوى الحرة سأختار اللحظة سعيدة وأموت على أن أحيا حياة بائسة. أنا أرى المرأة في تونس، وعلى الأقل هناك قطاع كبير من النساء ما زلنا إلى حد هذه اللحظة يعانينا وإن كنا يتظاهرنا بالسعادة. هو أنت في المجموعة القصصية تناولت عديد المواضيع اللي تهم المرأة، وين حكيت على المعاناة اللي يتعرضوا لها في المجتمع، حكيت على عديد المواضيع كما المرأة الريفية، كما المرأة اللي تم اضطهادها من طرف أصحاب رأس المال إلى آخره. نعم، تحدثت عن المرأة في أعمار مختلفة، أولا من الطفولة إلى ماكاريا مثلا هي تلميذة في يعني أكرهت على ترك الدراسة، وتعرف بعد الثورة مواضيع الإرهاب والتطرف الفكري إلى آخره، إذن كانت ضحية من ضحايا. في النهاية ماكاريا يعني لم تكن تريد شيئا سوى أن تعانق البحر وتسبح بحرية، في النهاية هي مارست هذا الحق وغرقت. تحدثت عن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي فعلا، إذا تحدثت عن المرأة التي تعاني وقتها الكورونا أيضا، التي أصيبت بالعدوى في اللحظة التي قررت فيها أن تتحرر، لكن أصابتها العدوى من هذا الزوج بين ظفرين. تحدثت عن المرأة التي يضطهدها الاقتصاد، يضطهدها الرجل، تضطهدها الظروف، تضطهدها الأمية، تضطهدها الحياة، إذن في لحظات فارقة من حياتها. نعم.
ممتاز. في الكتاب تقول الجسد يشكل عائق أمام تحرر المرأة لأن المجتمع ينظر للمرأة كجسد. نعم للأسف للأسف. ما الفرق بيني وبين يعني الجنس الذكور يعطى مساحة من الحرية كبيرة كبيرة جدا، لنا نفس العادات نفس التقاليد نفس التعليم نفس العمر كل شيء نفسه، ما الفرق بيني وبينه؟ ما الذي يجعله يعطى مساحة أكبر من الحرية غير أننا مختلفين في الجسد؟ هذا أولا. اثنين، أنا أكره ما أكره في الحياة أن ينظر لي على أساس أني على أساس أني أنثى جسدية. أنا معتزة بأنوثتي من قوسين، ولو سئلت وكان بإمكاني القرار ماذا أختار سأختار أن أكون أنثى، لأني يعني أنا تجربة الأمومة بالنسبة لي هي الحياة. لكن بأي حق يعني هذا الخور في 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 التعامل يعني بحجة أنك أنثى والآخر جنس الذكور؟ يمكن أنا أتيحت لي الفرصة لأكون مثقفة واعية وأفترك ما لا يعطى لي. أنا أعتبر نفسي حرة مع العلم أني لا أقصد الحرية المطلقة بمعنى الانفلات، أنا فرق بالنسبة لي. الحرية دوما مسؤولية، لكن أنا أضع لها قوانينها وأطرها وأعرف كيف أتصرف في حريتي. هذا قصدي. رغم المكاسب اللي حققتهم المرأة في تونس إلا أنه ما زلنا نحكيه على اضطهاد المرأة. أي طبعا طبعا. سأقول لك بعض الأمثلة. مثلا هذا تحصلنا عليه أخيرا، مثلا ترخيص. أنا كنت عندما أسافر مثلا أريد، رغم زوجي كان في الخارج وترك لي ترخيص لأسافر وألتحق به في الإجازة معي، فأوقفت في المطار مثلا، لا أنا سأسافر لزوجي يعني سأخذهم لوالدهم، لا في النهاية الحل والطائرة توشك على الأقلاع. في النهاية كان الحل أن اتصلوا به وأملى عليهم كل المعلومات، اسم القبر ورقم الباسبور والبطاقة. لو كان العكس وسألوني أنا لا أحفظ الأرقام مثلا، هي ما الحل يعني؟ لو كان زوجي مثلا نسي ولا يحفظ الأرقام ما هو الحل مثلا؟ يعني ما الفرق بين أنه يسافر ويأخذهم أو أسافر أنا؟ ما الفرق يعني؟ لماذا ما أنا كأنثى لا أستطيع؟ فهمت؟ طب هذه في تونس حصلنا عليها الحمد لله، في بقية الدول العربية ما زالت. فورق عديدة في الحقيقة. لا ما زلنا. لكن ما نجموش ننكره بكون تونس أو المرأة في تونس خذت شوط مهم قانونيا ودستوريا مقارنة بقية الدول العربية. لا لا أكيد، لا لا أكيد. أنا فخورة جدا أني تونسية جدا جدا، وما كنت لأختار يعني بلد آخر غير تونس لأكون فيه. أنا أكيد ندين للكثيرين بدءا من طهر الحداد، ونعرف معناه في حياتي هذا الشخص الذي قتل حيا يعني نتيجة الكتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع والأفكار التقدمية في ذلك الوقت الذي طرحت فيه. إذن الرجل عاش منعزلا، وحتى جنازته بضع أشخاص ساروا فيها. ما هي الأفكار التي نادى بها يعني؟ هي التي نتمتع بها نحن اليوم. أكيد أكيد أنا فخورة أن المرأة التونسية حققت العديد من المكاسب، لكن المكاسب شوط، أنه بين التطبيق وبين الواقع فرق. أنت لو قارنت المرأة في المدينة والمرأة في الريف ليست نفس الحقوق نظريا نفسها، لكن المرأة في يعني في الريف أو ليس بالضرورة في الريف، لا الأقل تعليم ليس بالضرورة في الريف، ممكن لا تستطيع ليس عندها الجرأة لتدافع عن حقوقها. يمكن في ناخذ مثال في الأرث مثلا، رغم أن الشرع يمكنها من ثلث لكنها لا لكنها خجلا من أخيها من فهمت. طبعا هو هذا الموضوع اللي كنت نفتحه معك، بما أننا نحكيه على القضايا اللي تهم المرأة، ما هو موقفك من المساواة في الميراث اللي برشا يطلبوا فيه من الجمعيات الحقوقية والنسوية؟ لا هو قبل ما نوصلوا للمساواة في الميراث هو اللي موجود توا قاعد يتطبق. يعني أنت الثلث قاعد تاخذ فيه المرأة في الريفة، نأكد لك لا ما تخش فيه وما تتجمش وما تتجرأش، يعني يصيبها الخجل يصيبها الحياة، وبعض الأخوة لا يسمحون بذلك. ما نعرفش أنا برشا ناس ديما حتى كي نحكي مع تلاميذي لأنه عندنا محور المرأة، ما نعرفش يخرجوا يحتجوا ثورات ما نعرفش اي، نقول لهم اهو حكم هذايا الساعة هذا واضح انه المرأة عندها ثلث هكا ولا هي مش قاعدة تاخذ فيها، علاش نحن ما نطلبوش بهذاك انها تتمكن منه قبال ما نطالبوا بحاجات اخرى معناتها. لكن الدولة اعطتها حقوقها لهنا يولي المشكل على لا 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 ما احكيش لا على المدني ولا على الديني، لا مش الدولة، احكي على العادات وعلى التقاليد، على المجتمع. العادات والتقاليد هي اللي تظلم زيادة، فهمت؟ يلزم القانون يكون اقوى منها. أنا نتمنى أن يصدر قانون يفرض على الأخ اللي يفك، فهمت؟ الأخ ديما نقول يا رب ما نعرفش
ممكن أنا في العائلة لا ما عندناش الحق الأفكار هذه، لا أدين أخواتي برشا، أما لا مش الناس كل عندهم نفس العادات نفس التقاليد نفس. أنا يسخفوني اللي عندهم تقل، أب عنده أراضي شاسعة وبنته تعاني، واللي يقطع بناته على التعليم مثلا ويهزهم مثلا يخدموا معناتها ما نعرفش معينة منزلية في المدن وفي العواصم. مازال المرأة في الفلاحة شنو معناتها تخدم تخرج من الصباح لليل شنو 10,000 15,000 يعني منتهى الاضطهاد. علاش وقت هي عندها نفس الروندمون تاع الراجل؟ علاش مثلا انت تعرف القطاع الفلاحي مثلا ما ياخذوش نفس الاجر؟ مثلا نحن في صفاقس عندنا جاني زيتونه ماهوش نفس الاجر للرجل والمراه، علاش؟ رغم يمشوا في نفس الوقت ويرجعوا في نفس الوقت. غير هكا انت ساعات حتى المراه في ترجع تلقى الزوج يفتك منها ولا الاخ يفتك منها ولا الاب يفتك منها. علاش نرجع الموضوع المساواه في الميراث مع او ضد؟ لا طبعا مع. لا ليه؟ لا مش لماذا؟ على خاطر حكم شرعي فيه. يعني أنا تقدمية لأبعد مدى تتصوروا، إلا في بعض المواقف. بعض المواقف لا نفاجئك أنه لا. لكن البعض يقول لك النص الديني ثابت لكن المصحة متجددة. لكن أتنقل لك حاجة، خاطر إحنا مش نقعد نخلق في مشاكل وصدامات جديدة تدخل فيها الإيديولوجيا والزايدة. أنت كرجل مقتنع صح ولا؟ وانا كمراه مقتنعه اي ما هو الاب ينجم يتنازل معناتها ولا يساوي بين ابنائه من اللي هو في الحياه طبعاً. وانا هذا اللي ننوي اني نعمله مثلا في حياتي نطبقه عليا. ما نحبش ادخل في صدام ايديولوجي وفهمت. انا نؤمن بالمساواه اي، اما ما نحبش ادخل في صدام مع الدين ومع فهمت مع لا بالنسبه لي اللي نطبقه عليا وعلى حياتي انا انا انا, أنا في دارنا مع اخواتي اي ما احلاهم معناها، وخويا تقدمي جدا ونحييها عبد الرزاق فايق الكل محليهم معنا، نحن بالحق نطبقوه. انا في حياتي مع صغاري اي منش باش نقول بنتي ملينا حيه ماهيش تتخذ ثلث اخوها ثلثين، لان بالنسبه لي صغاري كلهم كيف. فلو انه كل انسان مقتنع بك الافكار يطبقها ولا ما مش يبدا ينظر بعض والله نمشي نشوفه في الحياه لما نلقاه مطبقين. واضح جدا. بعد ما حكينا على مجموعتك القصصيه مكاريا، من ثم اصدرت ديوان شعر بعنوان ماذا لو عاد معتذرا. كيف تنجم تقدم لنا هذا الديوان؟ ديوان برشا ناس يعتقدوا اللي هو هكا، انا مره حضرت ناقد يحكي انه شعر رومانسي لا ماذا لو عاد معتذرا ساعة مش ماذا لو جاء معتذرا. انا في الحياة ديما اللي اخطأ في حقي مرة نقبل، تعاود لا ما نقبلش. ماذا نحط فرضية ماذا لو عاد معتذر نقبله ولا ما نقبلوش؟ فاللي قرأ القصيدة في الأخر تو يكتشف لا ما نقبلش. فما أكثر من قصيدة معناتها تعطي موقف المرأة. أنا في الحياة نحب المرأة القوية. وانت كنت انتصرت للمرأة في الديوان. في حياتي أنا تعلمت رغم اللي أنا صغيرة بحكيت على دارنا بالكدا، لكن برشا حاجات كانوا ممنوعات. أنا تعودت أني نخوض الصراع ونفكهم معناتها. افتتحت الديوان بقصيدة بعنوان النص الأخير اللي تقول فيه لا تقل لامرأة تقرأ الشعر وتكتب التاريخ أحبك. السؤال هنا ما لشان يقول الإجابة هي في آخر سطر. آخر سطر إيش تقول لك؟ أي استنى إيش تقول لي؟ لا تقل لامرأة تقرأ الشعر وتكتب التاريخ أحبك، ابحث معها عن الفكرة ورحت كن صديقي في الفكرة. مرة أخرى أعود لماذا تنظر لي فقط على أساس أني أنثى؟ كن صديقي في الحياة، لأنه شخص واحد سيقول لي أحبك، هو حبيبي وزوجي شخص واحد، لكن عدا ذلك لا نخفي على بعضنا البعض. يعني في الحياة نتعرض للمواقف يعني تجعلنا نسخط على المجتمع، لأنه دوما يتعامل مع المرأة كأنثى. أنا لا أريدك أن تراني أنثى، يجب أن تراني إنسان مثلك، حسبني على إمكانياتي، قادرة غير قادرة، أفكاري إلى آخره، لكن جنسي يخصني أنا فقط، أو بالنسبة لي الشخص الذي أحبه أو سأرتبط به في الحياة، هذا فقط من حقي أن يراني أنثى، الباقي ليس من حقهم أن يروني أنثى، يجب أن تراني إنسان مثلك. في أول الديوان كنت قدمت هداء الروح والدتك، واللي كنت كتبت عليها قصيدة بعنوان ضحكتي ضحكة أمي. والدتك ربي يرحمها اللي توفيت في 2021، نتصور فراقها ما كان سهل بالنسبة لا. ليك. لا
أنا أمي وأبي كلاهما غادرني في لحظة كنت أستعد للخروج للعمل، بينهما مدة قصيرة لأنهما كانا رفيقين في الحياة لعلهما لم يتيق فراق بعضهما البعض. فكنت خارجة للعمل، هتفني أخي وقال لي أبي مريض. الغريب أنه بالأمس كان عيد ميلادي وكان في الليل يعني هتفني وهنأني بعيد ميلادي وتحدثنا وضحكنا، أبي ليس مريض ولا شيء. فبالتالي عندما خطبني أخي من الغد وأنا ذهب للعمل ترددت، قلت أذهب للعمل، وبعدها ثم قلت لا، غيرت وجهتي واستأذنت في العمل وذهبت. هو المشكل أنه كان وقتها توفي، إذا سكتة قلبية فجئية. وصلت وجدت يعني عندما وصلت عرفت أمي نفس القصة. أمي كنت أستعد للخروج في العمل في نفس الوقت، صدقني الساعة الثانية عملوا مساء، فخطبني أخي أمك مريضة إلى آخره، فذهبت واستأذنت وذهبت هذه المرة أوصلوها المستشفى. هو خطأ في التشخيص، كان عندها جلطة وأعتقد أن عندها سخال، عندها غريب يعني. وصلت كنت أنا في مصر في مهرجان، عدت زرتها يعني تضحك تبتسم، هي لحظتها الأخيرة ولم أكن أعرف. فخطبتها وقبلتها، كنت أريها صوري وأخذ معها إذا بعض الصور، وكانت ابنتي يعني طلبتها بالهاتف وتحدثت معها إلى آخره. ثم تركتها لأعد لها وجبة العشاء وأعود لها لأني أسكن ليس بعيد يعني. وليتني ما تركتها، لأني في آخر لحظة أنهيت وسأتيها بالوجبة، فهتفتني أختي وقالت لي لا داعي. ففرحت قلت لن تبيت هذه الليلة إذا أمي شفيت وستخرج. لكن عندما وصلت وجدت أنه قضي الأمر وودعت أمي الحياة، وكانت فعلا تلك الابتسامة هي اللحظة الأخيرة معها. أنا من تلك اللحظة مثلا لم أدخل بيتنا إلى حد اليوم، يعني عندما أصل وأدخل إلى بيت أخي لكن منزلنا إلى حد اليوم لم تطأه قدمي، يعني لا يعني عندما غادره أبي بقيت أمي، لكن منزلنا بكل ذكرياتي بدون أمي وأبي لا أستطيع أن أدخله. أمي ملاك من الرحمة، أمي ملاك من الحب، أمي كتلة حنان، أمي ليس لأنها أمي والله العظيم، أمي لا يوجد مثلها امرأة في الحب وفي العطاء. أمي لا يمكن أن تسمع صوتها تصرخ، أمي دوما تبتسم، أمي لا تقول لك لا أبدا مهما كان طلبك، تتحدى الكون وتضعه بين يديك. ماذا يمكن أن نقول عن الأم؟ أشكرها ورحمها الله، وحاول قدر جهدي أن أكون مثلها مع أبنائي. ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله، نتفهم هذا التأثر. تحب أن أنا حتى في ذكرها لا أحب أن أكتب عنها، يعني تلك القصيدة وأنهيت، وحتى في الذكرى الناس في الذكرى في هواتفهم الجوال أنا أحب أن أقفز على تلك اللحظات، لا أحب أن أتذكرها. ربي يرحمه وينعم. لو كانت تختار لنا قصيدة شنو تكون؟ نخرج من جو كان يمكن أن أحبك أكثر سأبتعد بك. ممتاز. قصيدة ليست موجود منها جزء في الديوان. كان يمكن أن أحبك أكثر، كان يمكن أن أحبك أكثر لولا أن رجل المطافئ وهو يعمد صرختي أطفأ الحلم، أشعل من رمادي سيجارة ومضى يبحث عن جثتي من جديد. كان يمكن أن أحبك أكثر لولا أن الجراح وهو يفتح أزرار قلبك تساقطت منه كل النساء، تعثرت امرأة بجرحي من دمي لونت حمرتها، طبعت على شفتيك قبلة ثرثارة ومضت تنتظر الجراح يهيئ لها قلبك الدافئ من جديد. كان يمكن أن أحبك أكثر لولا أن السجان وهو يغلق أبواب الفراغ نسي قبري مفتوحا، تسلقت جثتي هربت كل الأكفان ورغيفا نما بين أصابعي
رممت ما بقي صاحيا من وطني، حضنت صراخ الرفاق، نمت على حافة جسدي، فسقط قلبي في الفراغ من جديد. كان يمكن أن أحبك أكثر لولا أن ذاك القبر المفتوح عاد يبحث عن جثتي من جديد. شكرا جزيلا للأستاذة الشاعرة والروائية سلوى البحري. احنا أستاذة ما زلنا مواصلين في الحوار، وين عنا فقرة اسمها فقرة صندوق، نختار مجموعة من الأشخاص يتوجهوا لك ببعض الأسئلة. مستعدة لهذا؟ أكيد. فلننطلق. وتوا نحل الصندوق في الانترفيو. نبداو بالصندوق الأول اللي يجيك من النقد، هيام الفرشيشي. مساء الخير الأستاذ عزيز، مساء الخير الشاعرة سلوى البحري. السؤال الذي أتوجه به إليك، أننا نرى في نصوصك الشعرية عين فنانة تشكيلية تغمس لغتها في الألوان، كذلك نرى ساردة تسرد قصة شعرية من خلال الخيط النظم بين قصائدك. هل أنت واعية بهذه الوسائط الفنية في نصوصك الشعرية، أم أن الشعر بطبعه مروية ومرئيات؟ تحية للنقد هيام الفرشيشي اللي تقول لك في نصوصك الشعرية عين فنانة تشكيلية، كذلك نرى ساردة تسرد قصة شعرية. هو أحيانا يلتبس الوعي باللاوعي، لا وعينا يحمل كل هذا. أنا منذ حين عندما قدمت نسيت حتى أن أقول أني مثلا مغرمة بالمسرح ونشط نادي المسرح وأخذنا جوائز، أحيانا الجائزة الأولى في التمثيل أكثر من مرة مع تلاميذي، وكتبت نصوص مسرحية، فمغرمة بأكثر من فن. نعم في الشعر أجد هذا وأحيانا أعيه، أحيانا بعض القصائد لو قرأتها لك ستحس أنها قصة من بدايتها إلى أن تصل إلى النهاية. طبعا حتى في اختياري أنا أكتب قصيدة النثر، قصيدة النثر متلبسة إلى حد بعيد بالسرد، أنا أحوم في هذه العوالم، أكتب السرد وأكتب الشعر، فلابد أن يلتبس سردي بشعري وشعري بسردي. نعم ممتاز. نمشي للصندوق الثاني اللي يجيك من الكاتب منجي الحداد. تحية طيبة إلى الصديق عزيز، وتحية أيضا للشاعرة سلوى البحري. في البداية أريد أن أعبر عن إعجابي الشديد لعنوان ديوانها ماذا لو عاد معتذرا. حقيقة العنوان لافتا وفاتنا وينم عن إحساس عال. سؤالي لها: يعيش الشعر أزمة بتقديرك سلوى البحري، هل مرض هذه الأزمة هو القطع الذي حصل مع التراث، أم اتباع مدارس غربية جعلت من الشعر غريبا في أمة عرفت به؟ وشكرا. هذا الكاتب منجي الحداد اللي يسألك على الأزمة اللي مر بها الشعر. أنا أعتقد أنه بين هذا وذاك الاستسهال، أعتقد استسهال الكتاب. أحيانا اليوم نجد العديد من الكتابات والعديد من الدواوين والعديد من وكله شاعر شاعر شاعر، أحيانا عندما تسمع تقول هذا ليس شعر، مع أني أنا أكتب قصيدة النثر. قصيدة النثر لا تلتزم كثيرا إذا شئنا بقوانين القصيدة العربية، لكن مع ذلك لها إيقاعها ومع ذلك لها صورتها الشعرية يعني. وأنا أعشق الشعر الذي يحافظ على الصورة الشعرية وعلى جمال الصورة على جمال الكلمة. على أننا قطعنا أو ابتعدنا عن الماضي، أعتقد أنه لكل عصر قضاياه ولغته التي تعبر عنها. أنا مع التجديد لكن ليس مع البعض يقول بكون الزمن الشعر انتهى، رأيك في هذا؟ لا 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 لا، إذا انتهى زمن الشعر لا، الشعر والشاعرية يجب أن يكون ملازما لنا، لأنك إنسانيتك داخلها شاعر حساس، والشعر من الشعور، وإذا فقدنا الشعور اقتربنا من الحيوانية وابتعدنا عن الإنسانية. لا طبعا واضحة جدا. نمشي للصندوق الثالث والأخير واللي باش خليك تكتشفه وحدك.
حابة نقولك لي أنا نحبك برشا ويسر فخورة بيك أنا وأخوتي وبابا ربي فضلك لينا والحمد لله أنه أنت أمي الحقيقة خطرك وقت لي لازمك تكون صاحبة راك تكون وقت لي لازمك ترجع لدور الأم راك تكون فما ممكن فما عبيد ما تعرفش ما أمي تبين سهلة في تصاور وهكا وكل وإسبري جون أما ماما وقت لي لازمها تكون صعيبة راهي تكون أمي توس ريكونيسان للحاجة هذه أنا وأخوتي وبابا خطرة حطتنا شغلة بون با خلينا صغار خرج يخدم البر رجع لقنا كلنا متربيين ناجحين قاريين الناس الكل معناها في انتوراجنا في قرايتنا في كل شيء بالنسبة لي لهم أمي مرة مناضلة أمي ما هي الشاعرة أمي مكافحة مناضلة مربية بنتيز تحية لبنتك سمر البحري سمر البحري شكرا موادي بالحق مفاجأة سمر كل واحدة من صغاري اللي أنا قريتها قريتها في التاسعة ونتذكر وقتها في السابعة كي حطتها للمدير قلت له لا تحط ليش بنتي تقرأ عندي خاطر بنتي متميزة خاصه في العربية ما نحبش يقولوا أكل عادات حيتها تقرأ عند أمها أما في التاسعة نحب نقري بنتي لأن نحب بنتي تمشي نموذجي أي اللي قالته أنا أخرج زوجي للخارج قعد 13 سنة حتى خلهم لي صغيرين رجع قاهم تبارك الله كبروا ناجحين مطربين خلوقين وهو كان لازم يكون صغار مربي بالنسبه لي اللي معناتها وديما نقول لهم اللي يحب يغلط فيكم وعادي راح راكم مش ملائكه معناتها فهمت نحن البشر ديما ما بين الحيوانيه والملائكه ربي لا كان حب يخلقنا حيوانات رانا حيوانات كان حبنا ملائكه رانا ملائكه ما يخلقنا بشر ممكن انا نخطئ اذا تغلطوا اجي قولوا لي ما نحبش من ورا ظهري يقولوا صغارها معناتها عملوا ولا في ولا في وجهي وانا عندي مساحه وكما قلت لك خذيت من امي حاجات عندي كم كبير من اني نستوعبك ونفهمك ونلقى لك فهمت وما نخليكش تضطر انك تغلط شنو اللي تحبوا تتعاملوا قدامي ناجحين قريين متربين فخوره بيهم ومره اخرى تتذكر الساعه انا فخوره اني ام قلت لك كان عاود يخيروني نكون انثى ولا نختار اني نكون انثى لاني ام وانا جميله بابنائي هذا هو. بنتك سمر تحبك برشا أما تشكت لي من حاجة قلت لي كي كنت نقرأ عند أمي ونجي له لنايا ما تصفقش عليا كي جيت المداخل لاني تصفق علي أي بالحق هي تجربة مارستها عام واحد وبعد أحمد ربي معناتها وما عادش نحب نقري صغاري على خاطر لقيتها صعيبة هي اسم الله عليها معناتها كانت تاخذ عدد عربيه خير من اللي كانت تاخذهم كي قرات عندي وكي قرات عندي كي تاخذ احسن عدد ايه ما صفقش ما فقتش انا اني اوكي كي كنت تلميذ اخر نصفق وفهمت ونفرح ما نعرفش كانه قاعده نقول يلا راني انا معناتها نجم نميز فهمت ونكون فخوره وفرحانه برشا كي واحد ماهوش ولدي جينيا نهرا كلهم ولادي فهمت وصدقني هذا اللي نصفق عليه انا نتذكر وقت اول ما جاء يبدا عنده 8 في العربيه انا نغرمك الساعه ونحببك في العربيه وبعد بشوي نتذكرها الفازه وحطيته يتنافس ويه وكوصل لك 18 وخير من بنتي شنو مش نصفق ننقب القاعة معناتها فهمت نحب تلامذتي بالحق كما نحب صغاري وساعات حتى نحايل عليهم شوي صح واضح جدا استاذه وهذه كانت فقره الصندوق وتوا نحل الصندوق في الانترفيو ونحن على أبواب امتحانات البكالوريا أود أن تحدثنا على قصتك مع التلميذة اللي كانت باش تعدي الامتحان لكن تم منحها من قبل الإدارة بسبب السروال اللي فيها شوية تقطيع صغير إلا ما دخلت أنت وانقذتها هو أنا خذيت الملف ومش نمشي للقاعة متاعي أنا عش كيفاش تلفت شفت تلميذة تبكي معناها تبكي بشهقة معناتها جيت باش نقدم شوية ما نجمتش أنا راني ضعيفة قدام مجموعة التلاميذ ضعيفة قد ما أنا قوية في قسمي قد ما أنا قوية في داري قد ما في اللحظات الحاسمة راني لا فقلت روحي عاد نتجه للقاعة نرجع التالي ونمشي لها نسألها يا أخي قالت لي راهو خاطر وقفوني سروالي هكا تقطيع ويلزم
نبدل درهم بعيدة ما تنجمش، وتعرف في الباك بعد وربع سعيه وفهمت في اللحظة هذه كمان عرفش كيفاش، وأنا وقتها لابس سروال جينز عنده ما فيهش تقطيع، وهي تقطيع صغيرة راه، وأنا راني ما مانيش نشجع وقتها وما ما فهم حتى شيء في مخي، حطيت عبارة بنتي وما نتعجلون وكهو خديتها هكا، فما بيرو يظهر لي حطوا فيه الكراتب ولا حاجة هكا، قتلها إجا لهنا سكرنا الباب ويلا أي نبدل وأنا وياك في ساعكا، ولات هي مسموح لها عندها مظهر انها تدخل، ومشيت انا دخلت ما كلمني حد الحق للامانه، ونحييه المدير هذاك راه معناتها قوانين انه الداخلية انا ما ندخلش فيها، والحق راه كان يجيب احسن نتائج في الليسي نتاعو. امام فما لحظات فارقه، الانسان انسان ما نعرفش نحكي على روحي، انا ضعيفه قدام المواقف هذيك مصيريه. فالحمد لله عديت ونجحت من الدوره الاولى معناتها. يعني كان ما دخلتش انت اتجاه التلميذه، كانت نجم لقدر الله الطفله هذيك تروح وتدوب معناتها. الله اعلم، انا هاكا لقيتها واقفه تبكي ما عندهاش حل اللحظه هذيك، علم الغيب عند الله شكون شنو كان ممكن أن يصير الله أعلم. المهم هي موقفة مش تعدي، أنا بالنسبة لي اللي أنقذتها ما وعملت اللي يلزمني نعمل معناتها. ويعطيك الصحة الحقيقة، موقف نبيل وموقف مشرف برشا، يعطيك ألف صحة. الحادثة هذه والقصة هذه تم توظيفها في مسلسل فلوجة، رأيك في التوظيف عجبك ما عجبكش؟ مش نفسه مش نفسه بس على علاقة وقتها، كان كريت التلميذة والأستاذة، ما نعرفش التلميذة كيفاش تقبلت فهمت، زيد مش دوفور سانتيز وسط العام، لا أنا ممكن راهو كان هكاك ممكن، ما نعرفش، ما نحبش ندخل في الإدارة والقوانين الداخلية متاع الإدارة، خاطر تقول لك أنا هيك قوانيني وعندك فرصة باش تعاود دوفورك فهمت، أما باك معناها مصيري فهمت. ولو إني ساعات تصير لي نتذكر زاد في بداياتي عندي دوفور وتلميذ هكا في الصف، ما عاش القيم وقتها ما عجبوش كيفاش تلميذ واقف في الصف خرجوا فهمت، يا اخي انا قلت له عنده دوفوار معناها، فما ما كانش ماشي في بالي اني قاعده نتدخل في عمل القيم، بو خلاها تخلى عدد دوفوار، وما بعد عيط لي المدير وقتها وفهمت، ونزلت جديده معناتها وكيفاش وتتدخل وهكا معناتها، ما انا والله ما قصدتش راني نتدخل في عمل القيم ولا فهمت، اما ما نعرفش ديما انا ضعيفه كي نلقى تلميذ في موقف هكاك يلزمني نجي معاه. المسلسل نعرفش التلاميذ مش هكاك زيادة، نعرفش انا نقري في صفاقس صحيح عندنا راهو هكا انفلاتات مش لهك الدرجة معناتها فهمت، ممكن كان عندي تمنيت لو كان سيناريست تصل بيك باش تروي له. انا كلمني وقتها الهادي زعيم قلت له حاجة انا شفتها في الجزء الثاني تعملت، قلت له التلاميذ ما همش هكا، ماهوش تلاميذة المدن فقط روحة، فما مشاكل أخرى متاع تلمدة الأرياف هكا فهمت، النقل وال فهمت، أما أي كان ما نعرفش كان شاوروني مش كان شاوروني بقى، كان قالوا لي مثلا طلبوا رأي طلبوا أكيد ساعة ما قلت لك أنا نكتب وعمري أحداث وأحداث وأحداث مع تلمدة اللي مريض واللي يعاني من صعوبات في النطق واللي حركية والفهمت الكل كيفاش نستوعبوهم كيفاش نحببوهم كيفاش في الأخر عندي قصص وقصص وقصص مع تلمدة. بربي الحمد نرجع بيك للحادثة هذه، وقت اللي بدلت بالسروال انت وتلميذة شنية كانت ردة فعل الإدارة والمدير؟ لا ما كلمني حد، قبلوها و حد انا قلت لك انا كنت مستعده مثلا، حتى كان قال لي ما فهمت ما تعدي ما تدخلش ما على قلبك نقطة الحسن، انا راني كي نقدم مستعده فهمت اللي باش يصير لي انا ما قلقنيش، المهم انقذت التلميذ. انا اتذكر مره في دفوار اللي هي غير قانوني، ذكر مرة عندي دفوار وتلميذة هذه نعرفها فقيرة التيمة فهمت يتدخل راهو ذاتي بالموضوع، فللأسف هي غشت في فهمت، من نصلح في دفوار الإنشاء نقرأ فيه هذي حتى عالم اجتماع ما يكتبوش معناها وطفلة قاعدة قدامي ونعرف مستواها، حسيت باش نحط صفر ونعمل تقرير وكل شيء صعبت علي، كاو دخلنا عيطت لها قلت لها تعرفني أنا اللي صرحني صرحني، قالت لي ايه مدام وكذا وكل شيء، حطيت لها ثلاثه وكتبت لها انها تبتعد على الغش وكل شيء اللي هو مش قانوني اللي عملته هذا، وانا ولا ساعتها ما نعرفش الحق اللي هو بزهري انا يدخل متفقد حضر معي الكوريكسيون بقى حضر كل شيء حاسه باهيه مريقله في الاخر حز الدفورات هكايا ويشوف يتصفح منهم الكل شد كان هذيك. بعديك في النقاش في بيرو المدير يذكروا بالخير حاسيله، المهم يتصفح قال لي هذه شنيه، قلت له هكيا قال لي نقلت تعمل فيها تقرير تعدي على مجلس تربية وزيرو ولا ما نقلتش وانت ظلمت وتعطيها ثلاثة فهمني،
قعدت نوزر شعادي ما فاهمك ما لن عندي استعداد نعطيها زيرو ونعديها على المجلس وتتطرد ولا فهمت يا أخي حسي للمهم ضغطت علي بالكده بالكده هناك قلت له في الأخر ضغطت في الأخر قلت له نقلت وأنا منيش باش نعديها على المجلس ومش باش نعطيها زيرو وأنا غلطت إداريا واضح أني غلطة كهو قال لي لا وانتو ما تغلطوا التلامذة هذوما بسببكم يخرجوا للشارع وياك ودر شنو نعطيها في الأول على أساس كأني ظلمتها وانا قعدت نقول يا سلوى أنت السبب في خروج التلامذة للشارع أنت ماتها وحسيل أبو استنيت مديري يعرفني معناتها يحكي معي كلمة باهية وقتها ما يذكره بالخير ما قال شيء بقى في الأخر الحق أغزر لي المتفقد قيتو حل في الأخر أغزر لي المتفقد حتى هو كان إنسان كان يضغط علي قال لي هذوما هم الأستاذة اللي احنا نحبوه بنتي قال لي الزيارة هذه أنا منش مش الله يذكره بالخير والله يرحمه هو توفى قال لي هذه مش نعتبرها لك زيارة خطر فيها مخالفة قانونية ونعاود نجيك مرة أخرى أما هذا ما عادش تعاودوا فهمت يلا وليت ما عودتوش ما عديتش حتى مرة للمجلس معناتها هو واضح جدا أستاذة الوقت عدى بسرعة معك نشكرك برشا على قبول الدعوة وعلى تواجدك معنا نخلي لك كلمة الختام شكرا على الدعوة شكرا على اللقاء شكرا على أنك أتحت هذه الفرصة باش نتكلم أنا ديما تجيني دعوة كشاعرة ككاتبة أما اليوم حسيت كإنسانة أكثر وأنا فرحانة برنامج ناجح كل الشكر وكل الحب لك سيد المخرج أحمد المخلوف تشرفوا شكرا لكم جميعا شكرا لك الشاعرة والروائية والأستاذة سلوى البحرية على التواجد معنا تحياتي للمخرج أحمد المخلوفي وشكرا لكل متابعين